السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. هادشي هاد الفيديو هذا وهادشي اللي كتشوفوا قدامكم جبتو حتى ليلة رمضان، وهادشي اللي درتو حتى ليلة رمضان هكا كندير انا، ما كندير ما كنوجدش بزاف، كندير غير داكشي اللي غادي يقضني. المهم هادشي غيدي ليا شي 10 ايام ولا 15 يوم، من بعد تاني يكون خير. صافي، هنايا جبت هذاك الفرماج موزاريلا، داك الكحل، ديك الماركه الكحله راه كي زوين كيتجبد بزاف، وهذاك الجبن اللي كتشوفو تما حتى هو جبت باكي، وقسمت انا واختي قلت لها حتى تجربوه الا كان زوين غادي نولي نشري وحده اخرى كامله في رمضان. زوين هكا في الحشوات وشحال من حاجه كيجي زوين. المهم الجبن شريته ب 45 درهم، 49 درهم، والزريلا شريتها ب 60 درهم. هذيك الكحله كدير 60 درهم وكاينه ديال 50 درهم. صافي، حكيت تما مزاريلا ودرتها في سميتو، والجبن درت قطعت داكشي القياس اللي غادي نبقى نبغي، درتو في داك الطبسيل غندخلو يجمد شويه عاد غنحيدو نديرو في السوبيره. ايوا صافي، وهنايا كان واحد شويه ديال الفول قلت بلاتي نحيدو حتى هو، نقيه ونديرو في الفريكو. داك الفول اللي وريتكم داك النهار ديال الجمعه هو هذا، وكان باقي واحد شويه اخر في الثلاجه حيدته حتى هو يخدم في الفريكو. هذه راه ليله رمضان في الليل الربع حتى هو ديال نهار الجمعه، يلاه قرطوه البصله غنخشيهم حتى هما في الفريكو. هذا الفول حتى هو ما شتوش، يلاه جبدتو. ايوا صافي، غندير داكشي في الفريكو. وتقضيت شويه ديال الصيت والكفته، قضيت كفته ميكس وكفته بكري وكفته ديال العدن، وخلطت كل شيء والصوصيص وقسمتهم وشوي ودلادان د بروشيت قسمتهم هكا. الكفته خلطتها كامله، وغادي ندير القياس اللي غادي يبدا يكفيني في الحشوات. الا بغيت ندير هكا في طاجين راه غنجيب جوج ميكات ولا جوج بطاط بحال هكا. صافي، الدجاج هو اللي بقى ليا، غنخليه حتى الغدا في الصباح في رمضان. نيت نهار الاول في رمضان غنمشي نجيبو، غادي نغسلو ونقطعو، ندير الصدوره، غادي نحيد منهم الصدوره. بغيت ندير شي بسيطلات معمرين ولا شي حاجه بحال هكا ديال الحشوات والخيضات وداكشي ديال الطاجين. المهم غنعزل ديال الطاجين ودي الحشوات الصوصيت هنايا كنقطعها، وغادي نقسمها حتى هي على ثلاثه. هادي حيت انا كنقطعها مرصوات دواور صغار باش كنحشي بها. وهاد المطيشه ديال الحكم، هاد الماركه راه زوينه حتى هي درتها في